يوسف النصيري في البريمير ليج، عنوان منتظر في مختلف الصحف الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، لينضم إلى زميله في المونديال السابق سفيان مرابط، والذي انضم للبريمير ليج في الصيف الماضي. فإلى أين؟ على مدار الفترة الماضية كان النجم المغربي يوسف النصيري أحد أبرز اللاعبين في سوق الانتقالات، خصوصاً بعد تألقه الكبير خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022. النصيري كان قريباً من الدوري الإنجليزي في انتقالات الشتاء الماضي، لكنه رفض الرحيل عن فريقه إشبيلية في الموقف الصعب الذي كان يعاني منه الفريق في الفترة الماضية. وفي الساعات الأخيرة عاد من جديد لدائرة الاهتمام من جانب أحد كبار الدوري الإنجليزي الممتاز لدعم هجومه ومساعدته على تحسين موقفه في جدول ترتيب البطولة. نادي مانشستر يونايتد كان على أعتاب التعاقد مع الغيني سيرخو جراسي لاعب شتوتغارت الألمانية، إلا أن التقارير أكدت أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى كتيبة توتنهام بعدما قدم موسماً مميزاً مسجلاً 19 هدفاً حتى الآن في مختلف المسابقات، ومن بينها 17 هدفاً في الدوري الألماني. الصحافة الإنجليزية أكدت أن نادي مانشستر يونايتد يتابع يوسف عن كثب خلال الفترة الأخيرة، سواء مع ناديه إشبيلية أو المنتخب المغربي، وذلك بعدما تألق بشكل كبير في المونديال الأخير والموسم الماضي مع ناديه. يوسف هو أبرز مهاجمي إشبيلية على مدار 3 سنوات ماضية، وقاد الفريق بالفعل للتتويج بالعديد من البطولات، وخصوصاً بطولتي الدوري الأوروبي في 2020 والموسم الماضي بعد العودة من المونديال. وفي الموسم الحالي يعاني نادي إشبيلية، والذي يتواجد في مركز متأخر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، مع ضعف الفريق بشكل كبير ما تسبب في تراجع المعدل التهديفي ليوسف. وفي الموسم الحالي سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وذلك في 16 مباراة خاضها مع إشبيلية، الذي يعاني بشكل كامل في مختلف المراكز وفي أغلب مبارياته. وعقد النجم المغربي مع نادي إشبيلية يمتد حتى صيف 2025، لكنه قد يرحل خلال انتقالات الشتاء القادم. مع تقدير التقارير قيمة الصفقة ب 16 مليون جنيه استرليني في ظل الأزمة المالية التي يعانيها إشبيلية. ونادي إشبيلية يتخبط بشكل كبير ويبحث عن حل لأزمته بعدما أقال مدربين خلال الموسم الحالي ولم يدفع رواتبهما حتى الآن، إلى جانب عمله على بيع أكثر من لاعب لترشيد الإنفاق المالي. وجود سفيان مرابط في صفوف مانشستر يونايتد قد يسهل انضمام النصيري إلى النادي الإنجليزي خلال الفترة القادمة، إلى جانب حالة التخبط التي يعانيها اليونايتد، وهو ما يدفعه للبحث عن حلول سريعة لأزمته. وأظهر يوسف قدرات كبيرة في مواجهة الكبار في كأس العالم الأخيرة، خصوصا المباراة التي تألق فيها بشكل كبير أمام البرتغالية، وقاد المغرب للفوز في ربع النهائي بهدف رائع.